أعزائي الحضور، تقديراً من مؤسسة صابرين لجميع المشتركين في المسابقة، رح تقوم بتوزيع شهادات تقديرية عليهم، فبطلب من سيندي هارفي بليز تقدم الشهادات، وجورج غطاس من مؤسسة صابرين. جميع المشتركين يكونوا على المسرح إذا ممكن. المتسابق الأول اللي راح يحصل على شهادته هو أيمن جمال. قيس عمران. سليم أبو فرحة. نريمان عادي. أنس غنام. عامر جاد الله. إسعاد علي. محمد أبو عرار. هديل وحدان. تمارا علامة. يحيى صبري. صالح شعبان. آلاء داوود. نور فريتخ. وعد العزة. رغد دويك. وأخيرا وليس آخرا إمام مطور. وبدي أطلب من مشتركينا هلا يضلوا على المسرح لأنه حانت اللحظة لإعلان النتيجة، واللي راح يعلنها جورج غطاس. مساهم جميعا. ما اظنيش قلبهم بدق قد قلبي، فيعطيكم العافيه. اول شيء شكرا للحضور، لانه المظبوط انتم ابدعتم، فالف زقفه لكم. وللفرقه الموسيقيه اللي اطحفتنا واطرفتنا اليوم، يسلم ايديهم، يعطيهم العافيه. لشركانا الوزارة بطركية اللاتين أونروا، ولشركانا في تمويل البرنامج القنصلية الأمريكية والملحق الثقافي.
شو احنا ممكن نسوي كمؤسسة صابرين غير عن شغلنا؟ طبعا تنسوش انه مؤسسة صابرين اصلا قبل ما تكون مؤسسة كانت فرقة موسيقية. فاحنا المزبوط قبل 40 سنة كنا مزيكم. يعني مش مراتي قلوا انا عمري 40 يعني ممكن يكون قريب. بس بسنة 80 سوينا اول فرقة بالقدس. وكانت بالنسبة لنا القدس رسالة. ولساتها رسالة. ووقتها كنا نحكي يا ريت في عنا مؤسسة او حدا اللي يرعى هاي الموهبة. وكل اغانينا اللي احنا كنا نكتبها وموسيقانا اللي نألفها تطلع بالنهاية بسي دي. فاول شغلة راح نسويها كمؤسسة صابرين انه راح يكون في عنا سي دي لأحسن 10 اغاني لكل المشتركين. ممكن مش كلهم، ممكن يكونوا كواير، بس راح يكون في سي دي باسم غنيها من اصواتكم. وطبعا لانه 3 اشهر ما كانوش قلال فبيطلع لكم تتريحوا. وجائزتنا الثانيه كمان لهذا الانتاج اللي يعطيكم العافيه عليه هي رحله للاردن لمده 4 ايام. طبعا راح تكون للفائزين الثلاثة مع المرافقين. وراح يكون بهذا بهاي الزيارة كمان فيديو عن زيارتكم اللي راح يكون جزء من دعاية للسي دي اللي راح نطلعوا مع بعض ان شاء الله بشهر 8 بكون طالع. شكرا لازم ضلني ارجع لورا كثير. طيب انا بفضل اقعد بينكم، شو رايكم؟ هيك بصفي معكم. طيب نبدأ بالثالث. جاهزين؟ في حدا عم بيحاول يطلع على الورق يشوف ذا الاسم قبل ما انا احكيه، فانتم جاهزين؟ انا جاهز. الثالث يحيى صبري. برافو يحيى. يحيى اذا ممكن توقفون يحيى. طيب الثاني، جهزوا حالكم، الثاني في مسابقة غنيها محمد أبو عرار. زي ما حكينا المشاركين راح يروحوا على رحلة للأردن. ألف مبروك للثالث والثاني. بس هلا دور الأول أو الأولى. نور فريتخ. ألف مبروك للأولى نور، للثاني محمد، وللثالث يحيى صبري. ويسلموا لكل اللي اشتغل للساوند تكنيشنز، لطاقم صابرين اللي اشتغل طول هذه الفترة، للمدربين، للي كل اللي شارك، ولكم اللي جيتوا من مسافة بعيدة ومسافة قريبة. ألف مبروك للفائزين. وبترك الموضوع كمان مرة لمضيفتنا اللي أبدعت كاليوم هديل. ألف مبروك لكل الفائزين. وبس بدي أحكي لكل الموجودين معنا، أنتوا كلكم فائزين. ألف مبروك. وهلا بدنا نسمع نور فريتخ بتأدي أغنيتها من جديد. ترجمة